حلو. صباح مامي. صباح. كيفك؟ جورجي عم يطلع على الخريطة انه مبارح في محلات ما رحنا له. احكي لهم مامي. فيهم مسبح ما رحنا له. رحنا مبارح بس لهون. تمام، يعني هلا هون كله لازم نروحه. هلا انتوا روحوا، انا بشوف الوضع النوم. فيك تنام على فكرة جورج، قوم. على فكرة ليكو شو كبير، 1 2 3 4، وبدي فرجيكم برا كيف الوضع. هلا نحن فتحنا الخيمة، ليكوا برا كيف. واو، كل العالم هون نايمة. هي ليكوا شو السقف عالي. صباح الخير. كانت نومي بتشل هون الخيمة، هي انه حاطين لأربع اشخاص بس الساعة شي 6 برياحة. اوكي ليكوا كيف منسكر الباب تبعنا، في قفل تحت شايفين هون، في قفل، وهون الشوز نتركها هون عشان ما نعبي الدنيا رمل جوا. اوكي ولا رايحين نفطر بعدين نبلش السباحة. يلا صح انه انا انسانة ماني فطرانة ولا شيء، فهلا رايحين نفطر بس بعدين لؤي رح يفاجئنا يطلعنا من المنطاد. هداك الاحمر وابيض يعني؟ مو هيك قلت انت، انه انت بعدك لنا وطلعنا. انا رح فاجئك مشان تتفاجئي انه ما رح اخذك، فبتتفاجئي فما بتطلعي. لا انا بتفاجئ انه انت رح تطلعنا. انت بتعرفي انه في وراكي دور لنقدر ندخل على المطعم؟ مش فريقك. ليكو شو في تحتي؟ فرجيني شو في تحتي. ليكو ما تصور. ليكو وين واقفة؟ ليكو مو لهالدرجة. وينه؟ راح راح. ليكو غسيلاتنا كيف منشورين. شباب احلى شيء بنعمله هلا انه ننام. نعس بعد الاكل بيجي، هذا معروف عالميا على مستوى العالم انه الواحد لما بياكل بينام. فهلا رح نكويه نومه هيك شيء شوي. ما بنلحق على فكرة، رح نسلم الغرفة. لا عنجد هلا بنسلم الخيمة. خيمة. انه تخيلوا واحد عم يلعب برمل البحر وطامر حاله وهو تحت السقف. شكله ايدي مكسورة على فكرة. على فكرة ليكو هون صار شمس اليوم والجو كثير حلو. في كتير اشياء بسبب كورونا مسكرينها، يعني زحليتات مسكرينها. هون طلعنا على هدول ثلاثة ورا بعض، زحليت تحت بعض، بس انه فاتحين وحدة منهم بس لانه عشان ما يصير زحمة على الدرج كلياته مشان كورونا. ليكو نحن هنيك خيامنا هنيك، مو هون هنيك. سهلة هيك هيك هيك، مش بشي يعني شوي صعبة هيك 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 هيك. اصعب صعبة هي مفتوحة طبعا. لا هي مفتوحة. لا 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 باي. صراحة بطيئة شطة خيل، ممكن تصير أسرع. أوكي هيك سريعة شوي. وقفت فيه. يلا يلا يلا، هي كل شوي بتوقف فيه تعطيك دفعة بتمشي. هلا منطور أفر. هلا إيش عم تمشي بسرعة؟ هم في لف. الصراحة حلوة بس لسه ما خلص. هاي ليك أطول زحليتها بشوفها في حياتي. هم في لف، هم في لف، هم في لف. تمام. هل بدنا نصور ماما وبابا هلا؟ كيف بدي انظر؟ وقفت يا وقفت بنصها. جاي وقفت. لا 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 لا، عن جد انا واقفه على فكره ما بعرف كيف عم بنزل، بس المهم انزل بقى. هي كثير طويله وانا ما بدي انزل فيه.
ما بعرف ليش عدتها اصلا. هلو كيف نزلت انت؟ عملت هيك الي ساعة بنزل. حاول انزل. حاولي حطي هون. لك اعمل هيك اعمل هيك ما ينشنها. اي اي عن جد كيف عم تنزل هيك؟ انت شفت كيف علقت فيه؟ قلت لانه ما عم تنطر. عم انطر. هلا بدنا نرجع لهون نطلع. يلا جوز انا وانت نطلع سوا اوكي؟ يلا باب. كل هالشي طلع مي داخل بين فلتالين يا جماعة. انطري انطري. اوكي ليكو هلا نحن عم نتمشى انا وجورجيو واكتشفنا انه هون في محل تاتو، بس هو تاتو مانو ابر يعني مانو حقيقي، تاتو رسم، فقررنا نعمل مقلب بلؤي انا وجورجيو طبعا انه نحن انا وياه عملنا تاتو، فما بعرف شو رح تكون ردة فعله، ما بعرف كيف هربنا منه، قلنا انه رح نتحمم ونعمل قصص ونضبضب امورنا ونرتب لاني اليوم رايحين نحن وراجعين، فهلا بدنا نروح نعمل تاتو انا وجورجيو. جاهز؟ جاهز. لا وجورجيو بده يعمل تاتو كبير هون على ايده، بدنا نشوف ردة فعله للؤي كيف رح تكون قبل ما يعرف انه هي اصلا رسم ما تاتو حقيقي. صبا هلا ممكن يعرف انه تعايتي رسم بس تعايتك ممكن حقيقي. لا انت تعايتك كمان ممكن فكرة حقيقية. لا بس اوكي يلا ممنوع هن ما بيسمحوا. ذكي والله ذكي ذكي ذكي. بعمل نمر نمر بدي شيء طويل المهم هذا حلو بس كبير. اوكي بدك هيدا او الاسد حلو بس فوق لازم تحط الاسد. اوكي كنا حابين نعمل هاي بس ايد جورجيو صغيره هون رح يعملها. فشو بدك تعمل جوج؟ قلنا اكثر من 10 دقائق بس واقفين عم ننقي، مرقنا العالم ونحن عم ننقي لسه ما نقينا يعني. في كل هيدول الموديلات. شو هي نار؟ لا خواته للزلمه. اوكي بس لا لا ايه يسار يسار اوكي ايه شوي تحت هيك. لا ايه هون عشان يبين هون. لا اذا بدها اوكي رح نبلش تاتو. قد ايه مبسوط من زمان. ما تخاف ما تخاف طلع لعندي. شو شعورك قل لي؟ حلو بس اسود صح؟ واو فرجيني مامي. واو مامي مامي وانا عم بحط لها مخانم ما بعرف.
عشان يسند. لا حبيبي مش عمال توصل هاي حلو في مرسو في هاتف حاسه راح يفوت عيوني ليكي شكلي انا خلصنا اسود واحمر بس اسود هلا شو بده يقول له اي بقى هون الفكره شو بده يقول له اي انا وانت شو عملنا بحالنا يو باقي رد فعله اي بس يشوف هيدي انه عاملتها شو شو بده يقول راح ينصدم عن جد واو راح خبي شعري هيك اوكي على اساس انا ماني عامله شيء فاول شغله مقلبه للؤي بجورجيو بعدين مقلبه فيه اوكي هو راح يفكر انه تاتو حقيقي بس هيدا التاتو بيضل بس تقريبا 10 لل 15 يوم وين هو وين رايحه هو بس بخ اوكي هو من هون الطريق هو بس بخ فراح يروح يعني جورجيو هلا بده ينزل بالمي تعال نزلك بالرمل وانت هون هلو دورت لك على شحاطة تلك المنتجع جورجيو ضيع الشحاطة تبعه الكروكس تبعه بشرفك شو؟ شو ما حبيته؟ بينمسح هاد بيطلع شو عرفك؟ ايه بينمسح والله بينمسح والله مبين ما عليه دم ما عليه شو لا ما عم بيروح لك ما بيروح ما بيروح 15 يوم طب كيف بيروح يعني ما بيروح لحاله بيقشر يعني لحاله من دون مي من دون شيء لان جوجي ما راح يتحمم ما راح يغسل لا لا بيغسل يعني يعني بضل 15 يوم ما يتحمم عشان ما يروح انا كنت حابه اعمل تاتو كمان بس دائم بعدين قررت اعمل هيك لا انتوا يعني اثنيناتكم جانين فرد مره شو هذا كمان؟ قلت انه نحن ما بنترك لحالنا بس بنترك نعمل كوارث يا جماعة ما بينترك اسمعي وين السقف؟ المشكلة هون انه انت وين ما رح تدفع بهي؟ ايه يعني فتالين مع وحدة وجوجي مع وحدة يعني معي يعني كرت الله يستر من لما بدنا نطلع بدنا نشوف حساباتهم لهدول الله يستر عليك انه انا معي كرت بنك عرفت بمشي وبدفع بمشي وين وبدفع. يعني وين ما راح تدفع؟ كاتو انت بتطلعي لحالك وانا بطلع لحالي باي ليك تعال اقول لك عن جد حبيتها حلوة؟ ايه حلوة عن جد؟ بس ضيعونا 15 يوم انا كنت حابه اعملها هون هون فوق بس قاعد ما بدي اعمل غير تحت ميسيو لؤي مع انك تركتنا للمره الثانيه وغلطت الغلطه هيدي بس هلا رجعت فمعازمينك على البوزه تفضل بدفع بساعتي ما تاكل هم لؤي عن جد بدفع بساعتي خلص ساعتك خليها انا واثقه انه بس نطلع على حساب ساعتي هي رح تطلع اكثر شيء هيدي بلاون بلاون حط نص بنص يا واو فرجيني اياها لك شو حلوه يلا كمل ليكو لؤي شكله كاني بي على الكولا اطيب شيء شكلك كان بهواي على فكره هون والله حاج حاج ماسك الكاميرا لك حاج حاج اوكي حاليا صار وقت انه نطلع بال منطاد